السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، كما عودناكم بكل جديد في عالم السيارات. اليوم هنتكلم على جكسار 4 6 سلندر موديل 2021، أول فئة تنزل في 2021. هنتكلم على أبرز المواصفات وسعر السيارة بشكل مختصر وسريع. محرك 4000 سي سي 6 سلندر، 271 حصان، 385 نيوتن، ناقل حركة 6 سرعات اوتوماتيكي مع خاصية التحكم اليدوي، دفع رباعي مستمر خفيف وتقيل، مصابيح أمامية سودة، أنوار أمامية LED للنور المنخفض، إضاءة نهارية، كشافات ضباب أمامية LED، شبك أمامي أسود مع كروم، حساسات أمامية. طبعا مميزات الفئة: نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل وإيقاف المحرك مع خاصية تشغيل المحرك عن بعد، نظام الزحف، نظام التحكم في توازن السيارة، نظام السيطرة على الانزلاق، نظام مساعدة انطلاق على المرتفعات، نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك في زائد انذار، نظام مراقبة ضغط الإطارات. طبعا أول فئة تنزل في 2021 جكسار 4 6 سلندر. طبعا جنوط 20 على 285 على 50. طبعا مرايات الخارجية بلون السيارة بتحكم كهربائي. المرايات الخارجية تميل إلى الأسفل عند الرجوع للخلف، عتبة جانبية، نيكل على الأبواب، فتحة سقف. سعة خزان الوقود 138 لتر. طبعا في حساسات خلفية، كاميرا خلفية، هوك ساحب خلفي. طبعا الشنطة كهرباء. دي أغراض السيارة كاملة. شوف استهلاك الوقود، سعة المحرك 4000 سي سي، سنة الصنع 2021، دفع رباعي، كل لتر بنزين مشي السيارة 9.2، بنزين 95. نشوف السيارة من الداخل. طبعا المقعد الخلفي نظام ترفيه خلفي، شاشة مثبتة في السقف. طبعا في إضاءة LED للباب الخلفي ومنفذ USB مزدوج شحن سريع، مكيف خلفي تبريد فقط. نشوف السيارة من الداخل. طبعا مقاعد جملي، تحكم كهربي بمقعد السائق والراكب، إضاءة أرضية داخلية، في عتبة ضاء للأبواب الأمامية. طبعا في مثبت سرعة، في ثلاجة، وساد هوائية للسائق والراكب، شحن جوال لاسلكي، منفذ طاقة 220 فولت، في نظام صوتي مدمج بشاشة تعمل باللمس 10 بوصة مع نظام ملاحة وراديو وبلوتوث.
طبعا في خاصيه التوصيل بشبكه واي فاي، خارجيه عدد 6 سماعات. طبعا في تحكم اعدادات الصوت من الدركسون. طبعا نشغل السياره. العداد 240. كاميرا خلفية، مكيف تحكم اوتوماتيك. طبعا فيها هزاز وفي نظام الزحف. طبعا سعر السيارة 315,000 ريال شامل الضريبة. كده اتكلمنا على ابرز مواصفات السيارة وسعر السيارة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، كل ما هو جديد في عالم السيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.